إلى ذلك تساءل والد القتيل ضياء هادي العيساوي وخاله عن السبب الذي يدفع جنديا لقتل مواطن يعمل سائق تاكسي في الشارع العام دون مبرر. والله استهتار ضربه بحقه زين، وهذا الجثة مالته موجودة وكل العالم الموجودين من السيارات هنا كلهم واقفين شافوه من ضربه، كل شيء ما مسوي، لا مكاونه لا شيء، يضربه من ورا الجامع يطشر راسه. شو مسوي؟ اريد اعرف. لا مشاجره، لا غلطان عليه، لا سابه، اريد اعرف شنو ذنبه. يعني قتل الانسان بالشارع العام يعني شنو؟ ما اريد اعرف شنو، بس اريد سبب لقتل ابني. انا اريد من رئيس، اطالب رئيس الوزراء واطالب وزير الدفاع بان يسوي لنا حل. احنا شو مسوين؟ اريد نعرف. يعني جندي يقتل انسان من نص الشارع العام. خال المغدور ضياء هادي فياض سائق تاكسي يشتغل من داخل فلوجه سيطره الصقور. عصر هذا اليوم اخذ اجره سيطره الصقور بعد ما راد ينزل الراكب اللي معاه، راد يستدار خاطر يرجع داخل المدينه. مباشره الجندي اللي بالسيطره ضربه بطلقه وهي مكانها. حسب ما سمعنا تصريح الاخ سعد حربيه يقول حادث عرضي او اطلاقات عشوائيه. اذا اطلاقات عشوائيه تجي بهذا المكان براسه وهو قاعد يسوق، يعني كانه ما متهيئ له.